بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. كونكت 3 الترم الثاني الوحدة التاسعة. احنا طبعا اتأخرنا معاكم شوية في شرح المنهج، معلش، بس احنا ان شاء الله هنعمل طريقة كويسة جدا. هنمسك الوحدة التاسعة نجيبها من أولها كلها من كتاب المدرسة اللي هو مع كل طالب، عشان لو اشتغلنا من المعاصر في ناس معاها الأضواء، ولو اشتغلنا من الأضواء في ناس معاها الباهر، فقلنا احنا نحل كتاب المدرسة نفسه علشان الناس تعرف تحل منه وتشتغل فيه. وهنعرض ليكم دلوقتي كل صفحة في الكتاب ونقول لكم ايه المطلوب من الطالب يعمله في الصفحة دي، هيحفظ ايه ويعرف قواعد ايه ويكون جمل ازاي. تمام، تعالوا نشوف. دي أول صفحة في الكتاب عندنا، تمام؟ طبعًا صورة البازار والعيال اللي راحوا يشتروا حاجات، فطبعًا هنا بيقول لي باي أند سيل ثينجز، ميت فريندز، فهو عاوز يعرفني. باي بمعنى يشتري، سيل بمعنى يبيع، ميت بمعنى يقابل. اللي بيشتري ممكن يشتري مجوهرات، ممكن يشتري أي حاجة، واللي يبيع زي كده. ميت يقابل هو ربطها بكلمة فريندز اللي هي أصدقاء، تمام؟ طيب الجد بيسأل بقى what did you do yesterday، هو هنا عاوز يعلمني ايه؟ عاوز يعلمني طريقة السؤال اللي انا بستخدمها عشان اكون سؤال في زمن الماضي، ان انا هسأل بوات واجيب بعدها did، والضمير زي يو زي هي زي شي، اي ضمير بقى، وبعدين do يعني عملت ايه، ماذا فعلت. لما اجي اجاوب بقى او ارد على الراجل ده لازم اجاوب في زمن الماضي، يعني اقول انا زرت، انا اكلت، انا شربت، انا ذاكرت، فلازم اجاوب في زمن الماضي. فهنا بقى what did you do، اقول I went، انا ذهبت، I played، انا لعبت، اجاوب في زمن الماضي لان انا عارف ان go يعني يذهب والماضي منها went، واحنا شرحنا الكلام ده بالتفصيل. وطبعا او انك تجيب الفعل باضافة ed في الافعال العادية عشان تجيب الماضي منها، تمام. طيب دي كانت اهم حاجة في الجزئية اللي احنا كنا فيها دي، ما فيهاش حاجة تانية غير كده. وطبعا هنا امال يسألوا بقى عملتوا ايه امبارح، البنت قالت وي وينت تو، احنا ذهبنا الى خان الخليل اهو، قالت احنا رحنا المكان ده، وقال لهم دي حاجة اوسام يعني حاجة رائعة او جميلة، وقال لهم برضو طب عملتوا ايه هناك، قالوا وي فيزيتد، زرنا البازار، على اساس ان الاجابة تبقى برضو في الماضي، تمام. طيب نشوف الصفحة التانية، طبعا بيقول لي what did you buy، هنا باي اشتريت، طب رحتوا البازار اشتريتوا ايه من البازار، العيال جاوبوا قالوا we bought، اشترينا. فهو كل ده بيدربني على طريقة تكوين السؤال في الماضي، what did you buy، ماذا اشتريت، what did you play، ماذا لعبت، what did you eat، ماذا اكلت، وهكذا، تمام. فالبنت ردت في الماضي we bought، اشترينا مجوهرات لماما في البيرث داي بتاعها في عيد الميلاد. كملت كلامها بعد كده رحنا البيت بيكد اكيك، يبقى عايز يعرفني كلمة بيك يخبز مع الكيك يعني. فدي طبعا الافعال وماضيها، باي يشتري والماضي بوت، جو يذهب والماضي وينت، بيك يخبز والماضي بيكد، لايك يحب والماضي لايكد، يبقى هو عاوز يعرفني التكوين الجمل في الماضي. طيب what did you buy، سؤال صريح، اقول له ايه، اقول له I bought، انا اشتريت اي حاجة بقى، تمام، اشتريت لعب، اشتريت اكل، اشتريت شرب، اي حاجة. طيب what did you bake، انت خبزت ايه، هنا مش buy بقى طبعا، يبقى هقول له ايه، هقول له I baked a cake، فانا جاوبت في الماضي baked، خبزت الكيك، تمام. هنا بقى عايزني بعد ما اقرا المحادثه اعرف مين اللي زار البازار، ومين اللي عمل الكيك، ومين اللي ادى ماما البريزنت الهديه، وهكذا، تمام. طيب جاب لي صوره البازار نفسه وعاوز يوضح لي اهم كلمات في الدرس. طبعا كلمه جيولوري اللي هي المجوهرات ابقى عارفها، بازار اللي هو المكان اللي المكان المزار السياحي اللي الناس بتزوره، نيكلاس اللي هو العقد اللي بيتلبس في النك اللي هي الرقبة، ايرينجس الحلق اللي بيتلبس في الاير اللي هي الاذن، براسليت العندية اللي بتتلبس في الهاند في الايد، بعدين رينج اللي هو الخاتم. وبيكلمني هنا عن خان الخليلي، بيقول لي is in the heart of old Cairo، اركز على خان الخليلي is بمعنى يكون، دايما اجيبها لما اقول الجمل، is in في heart يعني قلب، heart يعني قلب. فطبعا انا عايز هنا بس اهو، هنا بيقول لي احنا بنشتري المجوهرات منين، طبعا من البازار، تمام. طيب
هارت يعني قلب بقى، يبقى في اولد كايرو. اولد كايرو اللي هي القاهرة القديمة. اتس اباوت انه حوالي 600 سنة، يعني منذ 600 سنة. لما انت تروح تزوره بقى you will find many market. market يعني سوق، هتلاقي هناك ماركت اللي هو ايه، اللي هو سوق يعني. طيب السوق ده بتاع ايه؟ بتاع جولاري، مجوهرات، وكمان بيرفيوم اللي هي برفان طبعا او عطر، وفابريك خدناها في سنة اولى يعني قماش، وسبايس يعني توابل او بهارات. تمام. هتلاقي كمان ريستورانتس، ريستورانتس اللي هي المطاعم والكافيهات، حيث يمكنك ان تأخذ بريك راحة من التسوق وايه، وتعمل بيتزا، تاكل بيتزا بقى او تشرب قهوة سبايس طبعا يعني توابل. الصفحة اللي بعد كده تقريبا صفحة 47 احنا كاتبينها هنا، جايب لي برضو بيدربني على موضوع تكوين السؤال برضو. What did you do؟ عملت ايه امبارح؟ عايزني اجاوب اشوف الولد ده عمل ايه. طيب What did احمد نقط yesterday؟ برضو اكيد هنحط دو هنا، احمد عمل ايه امبارح. تمام. طيب نقط did your sister نقط yesterday؟ طبعا هنحط هنا what وهنحط هنا do بنفس الطريقة. وعاوز نرتب بقى، she bought jewelry، مين اللي اشترت مجوهرات حسب الدرس، she bought necklace، واحدة اشترت عقد، يعني برضو التدريب على موضوع السؤال والكلمات دي احنا قلناها. تمام. طيب الجديد بقى، بدل ما كنت بقول you هقول she. what did she buy؟ هي اشترت ايه؟ طبعا اروح اجاوب بيها she bought كذا، اشترت كذا. او اقول what did he buy، ماذا هو اشترى؟ الاجابة برضو تبقى he bought، هو اشترى كذا. تمام. طيب الصفحة اللي بعد كده صفحة 48 جايب لي صورة اربع بنات، جودي وحبيبة وفريدة والولد شريف، وجايب لي جمل تحت عاوزني اعرف بيها كل حاجة. وطبعا هنا الجزئية اللي احنا قلناها في اول الفيديو، ان احنا ازاي نجيب الزمن الماضي. فبلاي الماضي منها بلايد. طب كوكد، لا المضارع منها كوك. تصبح بلاي يعني يلعب، لكن بلايد لاعبة، وكوك يعني يطبخ، وكوكد طبخة. ترافل يعني يسافر، والماضي بالايدي ترافلد سافر. وورك يعني يعمل، والماضي منها وركد عاملة. تمام. طيب هنا بقى كوك دينر، طبخ العشاء. فين اللي طبخ العشاء؟ حبيبة شاطرين، يبقى حبيبة دي هتبقى رقم ايه. طيب رقم بي بيقول لي لعبت مع البيبي كازن، مين اللي بيلعب مع البيبي كازن؟ شريف، يبقى شريف هنحط له بي. تمام. طيب وركت فور هير تيست، تيست يعني امتحان، بتذاكر يعني اهي البنت جودي هي اللي بتذاكر، يبقى هنحط لها سي. واخيرا سفر الاسكندريه، ادي البنت هي عشان صوره البحر والاسكندريه، يبقى دي بقى اللي هنحط لها دي. هنا بقى بيقول لي انت بقى عملت ايه في الاجازه اللي فاتت يوم الجمعه، يعني اكتب لنا ثلاث جمل. فقال لي اول جمله I visited my grandmother، انا زرت الجده. نقول له كمان I cooked lunch، طبخت الغدا. نقول له كمان I washed مثلا dishes، انا غسلت الاطباق. تمام. طيب نيجي بعد كده جايب لي صفحة 49 مقالة A trip to the museum، رحلة إلى المتحف. عاوزني أنا أقرأ وأترجم. تمام. I طبعا يعني أنا، visited طبعا visit يعني يزور، لكن لما أقول visited يبقى زرت، أنا زرت الإيجيبشن ميوزيوم، المتحف المصري، in Cairo في القاهرة. yesterday، yesterday طبعا يعني أمس، زرته امبارح. with my school، مع المدرسة. we traveled to the museum by bus، رحنا هناك بالأتوبيس. we saw، يبقى هو امال يتكلم في الماضي، زرنا وسافرنا ورأينا. ها beautiful gold وسيلفر، gold يعني ذهب طبعا، وسيلفر يعني فضة. from ancient Egypt، من مصر القديمة. we looked at Tutankhamun's necklaces، واتفرجنا على العقد بتاع توت عنخ امون والماسك بتاعه. وكمان شفنا البراسليت اللي هي الاسورة والحاجات اللي بايه، اللي بيلبسها. تمام. او اللي لابسها. they were awesome، الحاجات دي كانت رائعة جدا. بعدين بيقول لي they were awesome، they loved the museum، I loved the museum، loved برضو في الماضي، انا حبيت المتحف. بعدين بيقول
I was very excited، انا كنت متحمس جدا. فاكرين excited بتاعت الترم الاول؟ اشتريت بعض المجوهرات من المتحف عشان جدتي، وكان قضيت يوم كويس قوي. فهو تحت هنا بقى بيقول لي الماضي البسيط بيبقى ليه شكلين، يا اما بتضيف له اي دي زي كوك وكوك ده اهو، وفيزيت وفيزيتد، يا اما حاجه شاذه هاف مثلا يعني يقضي، والماضي هاد قضيت، ام يعني يكون، وواز يعني كان، جو يعني يذهب، ووينت يعني ذهب. وعاوزني اكون جمل بالشكل ده، تمام؟ طيب جايب لي هنا بقى تمرين بيقول طبق الماضي، شوف انهي فعل هتاخده وحوله للماضي. الجمعه اللي فاتت الفصل بتاعنا نقط الاقصر، راح متحف الاقصر، يبقى جو خلاها هو وينت في زمن الماضي. ونقط باي ترين يبقى يسافر، يبقى احنا سافرنا بالقطار، يبقى هنكتب traveled، هنجيب الماضي منها، تمام؟ ليه سافرت بالقطار؟ قال fast يعني سريع، وسيف امن. ونقط the statue of امن حتب التالت يعني شفنا التمثال، او نظرنا الى look at يعني ينظر الى، الماضي looked at نظرنا الى تمثال امن حتب. والموميا اللي هناك، واحمس ورمسيس. ونقط there for 3 hours 3 ساعات، يبقى stay يعني يمكث، ونجيبها في الماضي تبقى stayed مكثنا 3 ساعات. ونقط a really great time قضينا وقت كويس بقى اللي هي have دي، ونجيب الماضي منها يبقى ايه had قضينا وقت جميل في المتحف. طيب صفحة 50 و51 فيها كلمات طبعا present هدية، price يعني سعر، printer طابعة، princess أميرة، bracelet عندية، brush الفرشة، branch فرع شجرة، بروم مقشة، بريد خبز. طبعا لازم الكلمات دي تتحفظ، هو هنا بيدربني على البي التقيلة والبي الخفيفة. present bracelet printer brush، تمام؟ طيب جايب لي جمل يعني بيطبق بيها الحاجات دي، فبيقول لي على الجملة الأولى إن البريزنت الهدية is a printer with a price، إن الهدية عبارة عن طابعة ومعاها البرايس السعر بتاعها. طيب the branch is brown فرع الشجرة لوني بني، والبنت دي بقى البرنسس wears a bracelet، البنت دي لابسة مثلا bracelet اللي هي الايه العندية. عايزني اسمي الحاجات هنا بروم مقشة وبراون بني وبرينتر طابعة، واطلعهم من هنا بقى من الحروف وايه، واكتب اسمائهم تحت هنا، يعني موضوع ايه سهل. طيب هنا بقى بيكلمني عن المجوهرات في مصر القديمة، يعني دي معلومات للطالب بياخد منها كلمات عشان يعرف يكتب باراجراف، زي ما احنا هنكتب في اخر الفيديو او ازاي نتوصل لكتابة الباراجراف. طيب فبيقول لي بقى جيلوري المجوهرات was very important in ancient Egypt كانت مهمة جدا في مصر القديمة. من women الرجال والنساء والاطفال wore لبسوا المجوهرات. وور الماضي من وير يرتدي، يبقى عاوز يعرفني وير يلبس، والماضي وور لبس. They wore it every day كانوا بيلبسوها كل يوم، and for special days وفي الأيام الخاصة زي الأعياد. They loved the rings كانوا بيحبوا الخواتم، البراسليت العندية، and necklaces وكمان الإيه العقودة العقد يعني. المجوهرات كانت very beautiful جميلة. The ancient Egyptians men made the jewelry from silver and gold. الرجالة بتوع القدماء المصريين كانوا بيصنعوا المجوهرات دي من الذهب والفضة، وأيضا استخدموا الأحجار الكريمة اللامعة الألوان زي الياقوت والمرجان وكده يعني. فبيقول لي حوالي من 4000 سنة المصريين القدماء like it حبوا الأحجار الملونة بدرجة كبيرة يعني. بص على البيوتيفول نيكلاس، بص على العقد الجميل ده اهو جايبه لي، شايف مشكل ازاي واحجاره جميله ازاي. بعدين بيقول لي حوالي من 3300 سنه المصريين القدماء حبوا المجوهرات الذهبيه بالالوان والاحجار. بص على المجوهرات الرائعه بتاعه توت عنخ امون، ات هاز ا بيج بلو اي فيها عين زرقاء كبيره اهي، اللي هي دي يعني بيتكلم على دي.
هنا بقى من حوالي 2600 سنة المصريين القدماء لايكد برضو حبوا الانيمولز الحيوانات في المجوهرات بتاعتهم. بص على الفانتاستيك جولد رينج، بص على الخاتم الذهب الرائع ده وزبردس وعليه طيور اهو زي ما احنا شايفين. تمام. طيب هنا بقى في اخر حاجة عاوز يعلمني ازاي اكتب باراجراف عن اي حاجة هو يجيبها لي، يعني بيدربني ازاي اكتب ازاي الباراجراف او ان انا اكتب جمل، يعني زي التعبير بتاع العربي. فطبعا بعد ما بيشرح لي هو ويديها المعلومات ومش عارف ايه وجملة رئيسية، احنا بس هنقول له حاجة بسيطة خالص. هو هنا كتب لي حاجة عن توت عنخ امون، قال لي دي الجولري بتاع توت عنخ امون، المجوهرات بتاعته. يوجد ايضا جرين اند جولد، في حاجات كمان خضراء وذهبية، وفي انسكت بلو، انسكت يعني حشرة زرقاء اللي هي مثلا زي دي. يمكنك ان ترى المجوهرات ان ذا مثلا ايجيبشن ميوزيوم في المتحف المصري. طيب هنا عاوزني اكتب باراجراف واستخدم كلمة بيوتيفول جميل، واستخدم برضو كلمة ميد اوف جولد مصنوع من الذهب، واستخدم اباوت. احنا اسهل طريقة بقى هنعود بها الولاد نبدأ بيها كبداية، يعني ان احنا هنقول لهم اول حاجة امسك الحاجة اللي هتكلم عنها اللي هو توت عنخ امون، واقول له توت عنخ امونز ماسك، القناع بتاع توت عنخ امون، از بيوتيفول، جميل، عشان هو بيقول لي استخدم جميل، فانا استخدمت الكلمة وقلت يكون جميل. بعدين بيقول لي توت عنخ امونز ماسك از ميد اوف جولد، مصنوع من الذهب، وده برضو كلام حقيقي ومحدش يقدر يكذبه، وحاجة طبيعية ان هو فعلا مصنوع من الذهب. بعدين بيقول لي توت انك امونز ماسك از اباوت 6، انا كتبت 600، هي 5000 سنة طبعا، 500 years old، حوالي 5000 ايه، حوالي 5000 سنة. تمام. وكده يبقى ايه، يبقى كتبت الثلاث جمل اللي هو عايزهم باستخدام اسلوب بسيط وسهل، ما مش متعب ولا اي حاجة، واي حد يعرف ايه يكتبهم. تمام. طيب الصفحة الأخيرة بقى بيقول لي اعمل مشروع يعني، واكتب فيه الحاجات اللي هي المفروض تتعرف، زي مثلا براسلت، نيكلوس، بازار، سيلفر، جولري، جولد، وعايزني اكتب عليهم جمل هنا. وهنا عايزني اوصل بقى الانشنت ايجيبتس، ايجيبشنز، المصريين القدماء، اقدر اقول له بقى ان هم ايه لافد مثلا، احبوا الجولري، المجوهرات. You can find Tutankhamun's jewelry، تقدر تشوف المجوهرات بتاعت توت عنخ آمون فين؟ طبعا في الايجيبشن ميوزيوم، يبقى بنمبر دي. طب المصريين القدماء عملوا المجوهرات منين؟ الاخيره from gold and silver، من الذهب والفضه. طيب الانشنت ايجيبشن جولري، المجوهرات بتاعتهم بقى was very beautiful، كانت جميله جدا. زي لايكد هم احبوا المجوهرات بالاحجار اللامعه. ده كان اخر اللي هي بالاولى، اخر توصيل معانا، وان شاء الله هنجيب الوحده العشرة بنفس الطريقه لو عجبتكم، او قولوا لنا لو انتوا عايزينها مثلا درسين درسين ونوضح كل حاجه فيها زي ما كنا شغالين الاول، علشان ان شاء الله نجهز ليه كونكت فور او السنه الرابعه. السلام عليكم.